من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا من جديد. حول هذا الجدل والسجال والغضب داخل إسرائيل من إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، ما الذي يحدث ولماذا كل هذا الاستياء على الرغم من أنه في بعض تصريحاته مدير المستشفى قال أنه قدم لأكثر من محاكمة لم تثبت أي تهمة عليه؟ هناك فوضى، هذا بكلمة واحدة، داخل هذه الحكومة الإسرائيلية. يدها اليمنى لا تعرف ما تقوم به يدها اليسرى. لا يوجد تنسيق بين الوزراء. أعطيك مثالا، نتنياهو وجالنت لم يتبادلا الحديث 3 أسابيع، فقط عندما يكون هناك جلسة تقييم استشارية يتبادلا الحديث مهنيا حول ما يحدث، دون ذلك لا يتحدثان مع بعضهما البعض. ليس ذلك فقط، نتنياهو، جالنت وبن غفير الثلاثة لم يعرفوا بأمر إطلاق لا الدكتور ولا 50 أسيرا، عرفوا ذلك من الإعلام. بعد أن عرفوا ذلك من الإعلام أصدروا بيانات غير صحيحة. بن غفير اتهم جالنت ومباشرة ورئيس الشباك وقال إنه لم يعرف، علما أن مصلحة السجون هي المسؤولة عن الأسرى. جالنت قال إنه لم يعرف عن الموضوع، فيما أن عميد من الجيش الإسرائيلي وقع على هذا القرار. ونتنياهو قال أيضا إنه لم يعرف إلا من الإعلام، وأن هذا القرار يتخذه الجهاز الأمني والأسماء يحددها. بعد ذلك استدرك، طبعا هذا ليس دقيقا، بعد هذا استدرك عبر مقربين منه قال إن عمليا مستشار الأمن القومي طلب مؤخرا لائحة اسمية بأسرى فلسطينيين، ولم يتخذ أي قرار في الحكومة بإطلاق سراحهم، رغم ذلك أطلق سراح 50 أسيرا. هذا يدلك على أنه هناك فوضى عارمة في هذا الإطار. الاطلاع على مجموعة الواتساب التابعة للحكومة، تطبيق الواتساب، عمليا ربما يكون أمرا مسليا، لكنه أيضا يدل على عمق الخلافات والجدل وعدم التنسيق داخل هذه الحكومة، رغم أنها يمينية ومتجانسة كما يفترض أن تكون. طيب، ولكن أنت تقول هو جدل، اليد اليمنى لا تعرف عن اليد اليسرى شيئا، ولكن إلى أي مدى هناك أيضا حملة على المسؤولين بسبب إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء؟ يعني اتخذت كحجة لتكون هناك حملة على مسؤولين أمنيين بالتحديد، على رأسهم جالنت. هذا صحيح. بن غفير تحديدا للمرة 20 يطالب بإقالة رئيس الشباك، ليس جديدا هذا الموقف، فيما أيضا كان طالب برحيل وزير الدفاع الإسرائيلي لأنه حمله الفشل عن ما حدث في 7 أكتوبر. بن غفير وفق الكثير من المراقبين لا يعرف على ما يبدو بعد بأنه وزير أمن داخلي في إسرائيل وجزء من الحكومة، بدلا من تحمل المسؤولية يتهم الآخرين، هذا ما يقوله مقربون من جالنت. وبالتالي هذا صحيح، هناك أجندات شخصية وأجندات تتعلق بالقاعدة الشعبية اليمينية لكل طرف ولكل حزب، يعرفون بأن الأمور ربما تتقدم نحو نهاية هذه الحكومة بشكل أو بآخر في مرحلة ما، إما بانتخابات أو بلجنة تحقيق، ولهذا كل شخص يحاول أن يكسب نقاط لدى القاعدة الشعبية التابعة له. ترين بن غفير دائما يهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي كل يومين، يقول له سنفكك الحكومة إن أوقفت الحرب، إن أخرجتم مدير مكتب الشفاء، إن هذه الأمور تتكرر. وبالتالي ما موقف نتنياهو من يعني هذا الجدل؟ نتنياهو عمليا عالق تماما بين فكي كماشة، بن غفير من ناحية وإمكان أن تنتهي الحرب، ومن ناحية أخرى هو يريد أن يبقى في الحكم وفق المراقبين في إسرائيل، لهذا يبدو مضطرا لأن يتجاوب بين الحين والآخر مع بن غفير في أمور يستطيع أن يتجاوبها، أن يحتويه عمليا حتى من قبيل التصريح. لا أحد حقا يعتقد بأن نتنياهو سيقيل رئيس الشباك كي يرضي بن غفير غدا، هذا لن يحدث، أو أن يتخذ قرارات أمنية وعسكرية فقط لأن بن غفير يرغب في ذلك. بن غفير ومع ذلك لماذا إذن المطالبة بإقالة رئيس جهاز الشباك مرجعا لأي شيء أمني؟ 3/4 إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو وجالنت ورئيس الشباك ورئيس
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. استطلاعات الرأي تدل على أن معظم الإسرائيليين يريدون إقالة كل هؤلاء لأنهم يتسببوا في الفشل المستمر منذ 7 أكتوبر. لكن السؤال متى؟ رئيس الأركان على سبيل المثال أخذ مسؤولية، قال إنه سيستقيل بعد انتهاء الحرب. أيضا فعل رئيس الشباك الشيء ذاته، قال إنه يتحمل المسؤولية، ما يعني أنه سيستقيل فور انتهاء الحرب. وبالتالي هذه المناشدات من بن غفير هي أساسا فقط للسياسة الداخلية الصغيرة في إسرائيل وفق الكثير من المراقبين. دعنا فقط نذكر المشاهدين زياد، لماذا إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء بالتحديد أثار موجة الغضب والجدل والاتهامات المتبادلة بين الوزراء بهذا الشكل؟ هذه المستشفى بالتحديد ببساطة لأن إسرائيل عمليا حولت مستشفى الشفاء ومدير مستشفى الشفاء إلى قضية رمزية كبرى في خلال الحرب كما تذكرين. قالت إن قيادة حماس في مستشفى الشفاء، أن الأسرى في مستشفى الشفاء وما إلى ذلك، وبعدها اجتاحت المستشفى ودمرت المستشفى واعتقلت الدكتور والكوادر الطبية بدون أن تقدمه إلى المحاكمة الحقيقية، لم توجه إليه اتهامات محددة. لكن في ذهن الإسرائيليين ارتبط اسمه واسم مستشفى الشفاء بهذا الموضوع، لهذا اليمين بالنسبة له عمليا قامت الحكومة الآن بفعل معاكس للمزاج العام في إسرائيل. عائلات الأسرى احتجت على فكرة، حتى جان من خارج الحكومة قال إن هذه الحكومة يجب أن ترحل برمتها لأنها لا تعرف ماذا تفعل عندما تطلق سراح هؤلاء بدون قرارات وبدون مرجعيات وما إلى ذلك. هذا يدلك على هذا الأمر، الحكومة قامت بتحويل مستشفى الشفاء إلى قضية محورية ورمزية في هذه الحرب، ولهذا عمليا تبدو مضطرة إلى التعاطي مع هذا الأمر بهذا الشكل. طيب، قضية تحولت بهذه الرمزية لهذا الحجم وبهذا الشكل، هذه المستشفى بالتحديد وهذا مدير المستشفى بالتحديد، كيف إذن اتخذ هذا القرار بإطلاق سراحه دون موافقات يعني أمنية من شخص لأعلى 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 ثم الوصول للقرار النهائي بإطلاق سراحه؟ ماذا قلت لك في بداية الحديث؟ فوضى. ولهذا عمليا وقع عميد في الجيش الإسرائيلي القرار، لكنه اطلع كما يقول القرار على ملف استخباراتي محدث بشأن الدكتور ولم يرى أي سبب لبقائه في المعتقل، بمعنى مهنيا اطلع الضابط على هذا الملف وأطلق سراحه على ما يبدو بأنه مخول أن يفعل ذلك في حالة الحرب. تصنيف الدكتور ومن أطلق سراحه ما عدا 4 أو 5 كانوا أسرى مدة طويلة، تعريفهم هم مقاتلون غير قانونيين، هذا هو التعريف، وبالتالي ضابط بهذا المستوى قد يكون مخولا. لكن القضية تحولت إلى سياسية لأنها انفجرت كعاصفة داخل الحكومة اليمينية في إسرائيل لا أكثر. شكرا جزيلا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من القدس.